الراقية والنجمة همسة ماجد، غنى عن التعريف. همسة اليوم الوجه الإعلاني لهذه الشركة، حدثينا اليوم عن هذا الحضور ونخبة من الفنانين والشعراء والإعلاميين، تحدثينا اليوم عن الشركة. أول شيء شكراً لسامراء الجميلة اللي دائماً ودوماً أنتوا وياي بكل نجاح وكل خير وكل فرح، أنتوا وياي وإن شاء الله أكو خطط بعد إحنا وسامراء نخطط على حفلات كبيرة بس خطاب يعرفها. صراحة اليوم اتشرفت بوجودكم ودائماً أقول لكل مكان لكل مجتهد النصيب، الحمد لله لأنه أني أشتغل 24 ساعة فاختاروني لأني كثيرة الابتسامة وصاحبة طاقة إيجابية، فاختاروني أنه أمثل هذه الشركة البولندية، هي ويبو، ماركة مكياج مشهورة بأوروبا وشركة تيجان هي وكيل حصري في العراق بيها، فاختاروني أنه أمثل هذا الوجه احتكاري وحصري أمثل هذه الماركة وأيضا مديرة العلاقات والإعلام بهذه الشركة. فتشرفت اليوم بوجودكم، وجود الصحفيين والزملاء الإعلاميين والشعراء والفنانين، صراحة لمة حبايب، يعني اليوم كان دعوة غدا وبدينا من اليوم الانطلاقة لترويجنا إن شاء الله. طبعاً جداً اليوم سعيدة أني أكون متواجدة بهذا الحدث، وهي ماركة جديدة نزلت العراق، ماركة بولندية، هي ماركتين، هي ماركة لوفلي وماركة ويبو، وإن شاء الله تعجبكم. الوجه الإعلامي لها همسة ماجد، وإن شاء الله حبيبتي ما تقصر. وهي الشركة عبارة عن يعني الآيتمات اللي موجودة 520 آيتم، فإن شاء الله اليوم الحضور يكون همينة حلو، وإن شاء الله الموفقين للجميع، وجدا سعيدة تواجدي وياكم، وثانك يو قناة سامراء على المعلومات. جزيلا حضوركم حضور قناة فضائيات سامراء. طبعا احنا سعيدين اليوم انطلاقة ماركة ويبو العالمية البولندية بمجتمعنا العراقي، نحتاج هيك ماركات أصلية في بغداد وفي العراق أيضا. هذه الماركة شجعها لأنه الصالونات والماركيرية يحتاجون إلى ماركة أصلية، الوجه الإعلامي لها الإعلامية همسة ماجد أيضا. طبعا غنى عن التعريف الكوافير محمد نفق، حياك الله، واليوم تواجدك اليوم في هذا الافتتاح الجميل، حدثنا اليوم عن سبب تواجدك. نعم طبعا أنا بالمناسبة مع تعاملي ويا شركة ويبو، طبعا هي شركة بولندية، سويت وياها تجربة مرة واحدة هي تيس على أكثر من فنان وسينمائي، كليب سينمائي، فلقيت النتيجة حيل جيدة جيدة، يعني حيل جيدة. وانصح الماركرية والكوافيرية بالعراق تعاملهم مع هاي الشركة لأنه يعطي تاتش جميل، يخدم الكاميرا ويخدم السينما ويخدم الكليب والماركرية حتى يتعبون. طبعا نتمنى نشوف في بغداد بالأخص العراق يومية شركة جديدة، يومية ماركة جديدة تدخل في مجال الموضة والأزياء والميك أب. اليوم هذه الشركة شركة هولندية لكن لأول مرة قامت هكذا مهرجانات في العراق، وترويج عن منتوج هذه الشركة لعام 2017 يدخل بحد ذاته في حال عالم التطور التكنولوجي الحاصل اللي عندنا اليوم، اللي بدأت هذه الماركات تنافس من تنافس بعض الأسعار، بالأخص تقليل هذه الأسعار لأن هناك منافسة في أسعار الميك أب. الميك أب مثل ما تلاحظوا يمكن ماركات لأول مرة تدخل في العراق، لكن أثبتت جدارة خصوصا من مدة قودة إعلامية، أو الوجه هي إعلامية لأحد الإعلاميات الزميلات اللي موجودة في ويانا، لكن هذا الإنتاج لعام 2017 وبحد ذاته إنتاج راح يكون يضاهي الإنتاج الدولي اللي موجود هنا، ودخول ماركات عالمية وبحد ذاته إنجاز لشركات الميك أب اللي موجودة في بغداد. وجهونا دعوة بمناسبة افتتاح هاي الشركة، شركة الماكير والكوافير. طبعا هي كانت من اختصاصي يعني صراحه اختصاصي اي فيعني شركه اكيد احنا كيف نشوف هاي الشركات تحسين المكياج للامراه ومظهر، نشوف المراه باحلى صورتها باحلى تقنيه اللي تخليها بوجهها يعني من نوعيه راقيه يعني يكون جميل. وكاتب ولك قلم راقي حيدر أبو العباس، حياك الله.
اليوم حضورك بافتتاح هذه الشركة الجميلة والوجه الإعلاني همسة ماجد، ولاحظنا كثير من الفنانين وإعلاميين حضور اليوم هذا الافتتاح. تحدثنا اليوم عن حضورك لهذه الشركة الجميلة. هي شركة ويبو مثل ما عرفت من صديقي وعزيزي وأخوي عمر، يعني هي شركة بولندية مساهمة في تطور ورفع وتوصيل العراق إلى المناطق العالمية من ناحية تجميلية أو من الناحية الحداثوية. يعني إحنا دائما نسعى، أنا بين فترة وفترة أزور لأن أنا عايش في دبي، فكل ما أجي فرحان لي أن أشوفك تطور دائما موجود بالبلد. ولما يكونون شخص مثل همسة ماجد أو عمر وأحمد وكل الفتيات الجميلات أو الشباب المساهمين في دفع هاي العجلة على مود نوصل إلى منطقة مرموقة تليق بالعراق وتليق ببغداد مثل ما كنا قبل.